أصني يا جدع على 1:30. رشيدة مختفية. لكم واحد الحاجة، رشيدة ما مختفيهش، سولتها قالت لي قلت لها واش باقية كتخدمي؟ قالت لي لا ما خداماش باش نعطيكم الخبار. هاد زوجت مسكينة، قالت لي شكون راجلها، فين كيسكن راجلها، قالت لي كل شيء، ولكن هادو أسرارها ما نقدرش أنني نكشفوها لأن غادي يضروها، غيمشيو يبحثوا موراها. قالوا عليك راكي هاربة. قالت لي أنا ما هارباش، أنا ساكنة هنايا وما عندي حتى مشكل. ما مخلوعاش ملي كتهضر على الشهادة، هضرت لها على الشهادة، قالت لك أنا ما نقولكش شنو باغية ندير في الشهادة. ومن بعد بقينا كنهضروا معاها، ما تخافيش راه ما كاينش، لان هي ما كتفهمش داكشي ديال المحكمه، راه ما غتكون حتى حاجه، بالعكس الا كذبتي اللي فيها الحبس. قالت لي انا ما غاديش نكذب، الحقيقه نقولها. انسانه ما خيفاش، ماشي بحال في داك الفيديو اللي حاصروها يعلم الله كيفاش داروا لها. انا في الاول ما عرفتنيش، قالت لها فاطمه الزهراء هذه مرتبه واش تزوج سي محمد؟ قالت لها تزوج. بقات كتشوف فيا، قالت لها انا مصدومه. قالت لي انا ما كنعرفكش، ما عمرني شفتك، اول مره كنشوفك. قلت لها داكشي اللي كيتقال في اليوتيوب ها شنو بالتفصيل، ها شنو كتقول عليك. قالت لي كلشي كذوب. اي قالت لي الحاجه الوحيده اللي كاينه ونشهد بها كاينه هي ان داك المراه كانت مهمله لولادها، ماشي ما كتديها الكلا ولا اللي يشرب، راهاش في داك العالم اللي كتخرج ما كترجعش. شي حاجه اخرى ما كايناش، كل شي كذوب. امولات الموزون رقصني يا جدع على 1:30، رقصني.